صباح الخير، أنا الكابتن أشرف سعد أبو اليسر، اللي كنت في الرحلة بتاعة الفنان محمد رمضان في سبتمبر اللي فات. وأخ الفنان محمد رمضان طلب إنه ياخد صورة تذكار عشان يفرجها لابنه، واحنا طياره خاصه، الطياره كلها هم 8 ركاب 8 فتيهات، ومفيش عائق اساسا بين الطيارين وبين الركاب، مفيش باب فاصل يعني. فالكوبايلوت اللي كان معايا راح الحمام الحقيقه، لقيت الاخ محمد رمضان واقف جنبي وبيقول لي بعد اذنك انا هاخد صوره افرجها لابني. احنا كطيارة خاصة بيركب معانا ناس في اي بي، رؤساء جمهوريات ووزراء وامراء من كل بلاد العالم، فلما بيطلب ان هو ياخد صورة كتذكار احنا يعني حبيا ضمنيا بيننا وبين يعني بيننا وبينهم بياخدوا الصورة حاجة فور سيلف لنفسهم، لكن مش للعرض او للنشر او للكلام ده كله. طبعا اللي حصل من الفنان محمد رمضان ان هو نشر الصوره بدون علمي ولا موافقتي على الميديا في فيديو باغنيه. الكلام ده طبعا كلام خطأ كبير جدا 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 انه اتعمل، لانه بيخالف جميع الاعراف وجميع القوانين اللي في الدنيا ان هو ينزل فيديو متفبرك بالمنظر ده، وان في واحد بيقول ان بيحلف ان محمد رمضان هو اللي سايق الطياره، ولفظ سايق الطياره ده يمكن الطيارين يعرفوا ان ده مش لفظ ناس طيارين، احنا بنطير بالطياره ما بنسوقهاش. المهم ان اللي عمله الفنان محمد رمضان بالفيديو ده تسبب في اذيه جامده جدا لناس كتير، وقفل بيوت كتير. وانا لما قلت له الكلام ده واحنا كنا راجعين من الرياض قلت له ان اللي انت عملته ده بدون علمي هيتسبب في اذيه ناس كتير، قال لي لا ما تقلقش خالص، احنا الموضوع ده كله ان هاند واندر كنترول، وانا ليا ناسي هتكلم معاهم وما تقلقش خالص، والموضوع اعتبره منتهي. طبعا الموضوع ما انتهاش، الموضوع بقى قضيه راي عام في يوم وليله، واللي حصل حصل، وكان قرار الوزاره ايقاف نهائي او مدى الحياه عن الطيران. وطبعا ده موضوع صعب جدا عليا، لان انا راجل الحمد لله ربي كان ليا تاريخي، انا راجل اساسا قوة جوية، مدرس في كليه الطيران ومدرس على طرازات كتيره جدا في القوات الجويه، ومدرس في طرازات مدنيه بعد ما سبت القوات الجويه، فصعب ان انا اعرض تاريخي كله لانه يتمسح بالاسلوب البايخ ده. هذا هو الموضوع، نهايته ان احنا انا والكوبايلوت اللي معايا اخذ ايقاف سنه، وهو للاسف مالوش ذنب برضو الراجل، يعني هو اخذ ايقاف سنه ليه وانا اخذت ايقاف مدى الحياه. فطبعا انا سايب لكم انتم الحكم على الكلام ده، والحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل. لا انا ما قلتش ان انا بصور الفيديو لابني ولا الكلام ده خالص، الفيديو متصور والراجل اللي بيصور بيقول انه هينزل الفيديو على النت، والكابتن في فيديو اعتقد عند حضرتك بيقول فيه ان احنا هنتصور، وبيقول فيه انه عارف ان الفيديو هينزل على السوشيال ميديا. طب هل فعلا الجزء اللي هو قال فيه، على فكره رمضان دلوقتي هو اللي بيقود الطياره، الطياره كلها تحت سيطره رمضان، هل ده كان حقيقي ولا ده مبالغه يعني؟ لا ده اللي قال كده ده الراجل اللي كان بيصور ده صديق يعني مش الكابتن اللي قال كده. الكابتن ما قالش ان محمد رمضان سايق بالفعل ولا قال الكلام ده خالص. والموضوع والله يا استاذ عمرو انا شايفه ما لا يستحق يعني هذه الضجه الكبيره. طب هل انت كلمت الراجل قلت له خدت بخاطره، طب معلش، طب نتصرف، نحاول ان احنا نقدم التماس لهيئه الطيران المدني ان هو بدل ما يبقى الوقف مدى يعني الحياه يبقى وقف مثلا عدد من السنوات؟
انا حاولت بالفعل ولكن يعني احنا الموضوع تابع لسلطة الطيران المدني، وهي كيان يعني ما حدش يقدر يبقى ليه حكم ولا يعني ما حدش يقدر يتدخل فيه تماما. ولكن انا حاولت طبعا بقدر الامكان ان افهمهم يا جماعه انا ما سوقتش طياره ولا حاجه، الموضوع كان حاجه تذكاريه، والجزء اللي انا كنت قاعد فيه ده كان معمول له لوك. وطبعا القعده دي 3 دقائق مثلا او 2 دقيقة، يعني مش حاجه مده طويله في الطيران يعني. بالظبط، وحصلت كتير جدا يعني، حصلت كتير جدا جدا، ولكن الموضوع معايا ما اعرفش يعني بيتعمل من الحبه هوبا، والموضوع لا هو برضو خلينا بس نبقى عذلك، انا مش بقول ان اللي حصل ده صح. طبعا كويس طبعًا انك عارف انه مش صح. جدا جدا طبعا، ولكن في نفس الوقت مستاء ان انا كنت سبب في قطع عيش راجل محترم، ومش ويعني اللي يعوضه انا اعمله، يعني ايه اللي يعوض الكابتن وانا اعمله فورا اي شيء هو محتاجه، انا تحت امره، وبعتذر له على الهواء قدام كل الناس ان انا اسف لو انا كنت سبب في مشكله ليك. وبس يعني انما الموضوع النهارده لقيته واخد عناوين فيديو محمد رمضان متفبرك، يعني فوتوشوب يعني قعدت جنبه مش فاهم. ده هو جايز ما يقصدش متفبرك، يقصد انه يعني ليس حقيقة انه الطيارة كان ليها لوك، ان انت كنت سايق، انه يعني هو بيحاول يقول ان المسألة ما كانش فيها خطورة يعني. بس طبعا المسألة ما فيهاش هزار، الطيران انت عارف ما فيهوش يعني طبعا. لو دي عربية او بسكليتة كانت فرقت، ما طبعا عشان طيارة بتفرق كتير يعني. اكيد اكيد طبعا طبعا أكيد طبعا أكيد. يا ريت تتواصل معاه برضه. انا بوعد حضرتك وبوعد الكابتن عن طريق برنامج حضرتك، وان انا لن ولم اتخلى عنه، اي شيء هو هيطلبه انا تحت امره. يعني بس ان انا يعني فكره ان الناس يوصلها ان الراجل اتاذى وانا شلت ايدي من الموضوع وليس لي دخل، دي مش اخلاقنا تماما، ولا اخلاق ولاد البلد، ولا اخلاق الصعايدة. يعني انا راجل مولود في منطقة شعبية وصعيدي، ووالدتي من الغربية، فالاصول الريفية والصعيدية واصول ولاد البلد ان انا لن اتخلى عن حد كنت سبب في اذاه. مشاعر طيبة طبعا، واحساس بانك يعني بشكل او باخر مسؤول عن الحاجة اللي الراجل ده وصل لها، فانت عايز ما تكونش سبب في ضرر لحد. واتمنى صوتي يوصل لسلطة الطيران المدني، وان يعني نفسي الموضوع يبقى فيه حل اخر، في اي شيء اخر غير فكرة انه يتمنع مدى الحياة عن الطيران. يعني طبعا هو اكيد ممكن يعني يتقدم بالتماس للطيران المدني، ونشوف هم موقفهم هيكون ايه في هذا الامر. اتمنى ذلك، اتمنى ذلك. فنان محمد رمضان، بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. الله يسلمك.